فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالوقف الجنف عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ وهل يصح الوقف على الأولاد خاصة؟ وقف الجنف يحرم أولاد بناته. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى أنهم من ذريته، أن أولاد بنته من ذريته، ما يحرمهم، يقول هذا جنف أنه يحرمهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.